أكيد طبعا ومؤكد، بما إن الأبراج كلها مختلفة وطباعها وصفاتها وشخصياتها مختلفة، يبقى أكيد آرائها مختلفة، وأكيد الحاجة اللي بتلفت انتباه برج عن برج بتختلف طبعا من برج لبرج آخر، وأيضا بتكون بنسب متفاوتة. إذن ده موضوع حلقتنا النهاردة. الحلقة دي محدش اتكلم عنها اطلاقا قبل كده، ولكن ما دام نزلناها في المنتدى وانتوا اخترتوها واخدت اعلى تصويت كان لازم نعملها. يلا بينا الحلقه كده باختصار. ايه الشيء، ما هو الشيء الذي يلفت انتباه كل برج في الاخرين؟ ولكن سريعا كده خليني اقول لك في البدايه، لو انت جديد عرفنا بنفسك عشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك بعد ما تشترك طبعا عشان نفضل متواصلين مع بعض. كمان انا مثبت في اول تعليق روابط قنواتنا الاخرى اللي حابب ان هو يتواصل او اللي حابب بقى ان هو يشترك فيها. ويلا بقى ندوس اللايك التشجيعي والتحفيز اللي تعودنا عليه منكم، رجاء ندوسوا لايك وما تكسلوش. يلا بينا الحلقة دي، يعني طريق سهل جدا للدخول والغوص جوه اي شخصية. طبعا في شخصيات كتير او في حاجات كتير ممكن تلفت انتباه يعني البرج ده او الشخص ده في الاخرين، ولكن احنا هنركز على الحاجة الاساسية اللي كل مواليد البرج سواء راجل سواء ست لازم بتلفت انتباهه، اللهم الا ممكن يعني يشذ عن القاعدة فئة قليلة كالعادة لكل قاعدة شواذ. هنبتدي ببرج الحمل بما انه هو اول الابراج. اكتر صفة تلفت انتباه برج الحمل في الاخرين هو الناس الشجاعة، الناس القيادية، الناس اللي بتتمتع يعني من الآخر كده نقدر نقول برج الحمل سواء راجل سواء ست ما يلفتوش أبدا، ما يلفتش انتباهه أبدا الجبان الجبناء. ست هي القدرة على المواجهة، هي الصراحة، إن أنت ما تكونش جبان في المواجهة، ما تكونش جبان في الصراحة بتاعتك. برج الحمل بيعجب بالشخصيات دي اللي هي الشجاعة القادرة على المواجهة، القادرة على قول الصراحة، والعكس طبعا ما هو الصحيح. يعني انت لو مش من الشخصيات دي اكيد هتثير اشمئزاز برج الحمل سواء راجل سواء ست، واستحالة طبعا ان انت تكون ملفت لانتباهه. حاجات كمان اللي احنا عايزين نقولها عن برج الحمل، استحالة ان انت تلاقي برج حمل جبان او بمعنى تاني ما هواش شجاع سواء راجل سواء ست. ندخل بقى وما نطولش كده عشان معانا كل الابراج على برج الثور الترابي سواء راجل سواء ست. اكثر ما يلفت انتباه برج الثور الترابي سواء راجل سواء ست في الاخرين هو الرزانة والعقلانية. احنا قلنا قبل كده والنهاردة بنوضح وبنركز بشكل كبير على الصفة دي في شخصية يعني اناث ورجال برج الثور الترابي، ينجذبوا جدا ويرتاحوا جدا في التعامل مع الشخصيات دي. ولذلك هنا النصيحة ليك بقى، انت اللي مهتم ببرج ثور سواء راجل سواء ست، حاول ان انت يعني تكون اقرب للصفة دي، لانك بكل سهولة هتنال اعجابهم او على الاقل هتنال استحسانهم. واحد من ملوك الشياكة والاناقة وايضا اللباقة وهو برج الجوزاء الهوائي. الجوزاء بما ان الصفات دي موجودة فيه بشكل ملفت، يبقى تأكد على طول ان دي اكتر صفات بتلفت انتباهه سواء راجل سواء ست في الاخرين. يعني برج الجوزاء سواء راجل سواء ست صعب ان انت تنال اعجابه لو انت بعيد عن الصفات اللي احنا قلناها دي. الصفات دي يعني بتلفت انتباههم بشكل كبير قوي، كبير بمعنى كلمة كبير، ابراج الجوزاء بالذات. يعني بشكل آخر لو انت مش بتعرف تتكلم، مش بتعرف تلبس كويس، يعني هيكون صعب جدا ان انت تلفت انتباه برج الجوزاء. اذا الكلام ده مهم قوي ليك يلي يهمك يعني حد من ابراج الجوزاء. تعالوا بقى ندخل على برج السرطان. يلا بينا. يمكن كتير من الاشخاص اللي في حياتهم او اللي تعاملوا او اللي بيتعاملوا مع برج سرطان سواء راجل سواء ست، يعني شايفين ان هم مش فاهمينه قوي. احنا في الحلقة دي بنساعدك بشكل كبير ان انت تتغلب على النقطة دي. اكتر حاجة ممكن تلفت انتباه برج السرطان سواء راجل سواء ست هو الاحتواء، هو الشخص اللي عنده احساس عالي قوي، رقيق الطباع، صاحب الاحتواء. لازم ان انت تبين لبرج السرطان
كده اوعى تبين له ان انت شخص عنيف او شخص يعني عندك جفاء في المعاملة او ما عندكش رحمة في قلبك للآخرين. الحاجات دي اكثر ما يلفت انتباه برج السرطان من غير ما نتكلم كتير. على فكرة الصفات دي في اشخاص كتير عندها القدرة ان هي تمثلها او عندها القدرة ان هي تترسم او ترسمها عليها حتى لو مش موجودة فيها، ولكن عايز اقول لك مع السرطان بالذات ما تحاولش تعمل كده. السرطان عنده قدرة كبيرة قوي ان هو يكشف الكذب وان هو يكشف التصنع وان هو الحاجة لو مش من قلبك مش هتوصل له، فخلي بالك من الحتة دي قوي. ابراج السرطان ابراج بتتمتع طبعا بالحاسة السادسة وحاجات كتيرة قوي تؤهلها ان هي يعني زي ما احنا بنقول كده. تعالوا بقى نشوف برج الاسد الناري. الاسد الناري سواء راجل سواء ست، شوفوا باختصار كده برج الاسد اللي بحاجة اللي بتلفت انتباهه، الحاجة اللي بتلمع او الحاجة اللي فيها توهج او الحاجة المتميزة، الاشخاص اللي هي تحت الاضواء، الاشخاص اللي هي قوية الشخصية. وعشان يعني نوفق يعني انصحك لو انت في حياتك حد برج اسد او بمعنى يعني اخر عايز تلفت انتباهه، حاول ما تبقاش انسان عادي. الخلاصة يعني تعالوا بقى نشوف برج العذراء الترابي. العذراء الترابي سواء راجل سواء ست واحد من اصعب الابراج في النقطة دي لو تتخيلوا. يعني انتوا عارفين ليه؟ ببساطة شديدة لان برج العذراء من الابراج اللي بتبحث عن المثالية. طبعا زي ما كلكم عارفين المثالية صعب ان احنا نلاقيها، مفيش حاجة مثالية طبعا. فمن هنا نقدر نقول ان اكتر صفة او الصفة الغالبة اللي ممكن تلفت انتباه برج العذراء الشخص الهادي، الشخص المنظم، الشخص المرتب، وايضا الشخص العقلاني. الشخص العقلاني زيهم زي برج الثور كده، يعني يلفت انتباه برج العذراء سواء راجل سواء ست، يعني الهادي المنظم في كلامه في عمله في شغله ايا كان بقى الى اخره. الميزان سواء راجل سواء ست، الشياكة طبعا، كل ما تكون انت شيك ده يلفت قوي انتباه رجل وامرأة برج الميزان، والذكاء في نفس الوقت. كل ما تكون ذكي ايضا بالنسبة لهم الصفتين دول ملفتين جدا لانتباههم، وينجذبوا للشخصية دي وينجذبوا للشخص اللي بيتمتع بالصفات دي دايما ابراج الميزان. العقرب المائي سواء راجل سواء ست، الغموض كل على فكرة ما تكون غامض كل ما برج العقرب ده بيلفت انتباهه اكتر. واحنا قلنا قبل كده برج العقرب غالبا ما بيحبش الحاجة السهلة، برج العقرب بالذات. بس انا هنا يعني عايزين نوضح نقطة عشان بعض اصدقائنا ما يختلطش عليهم الامر. مش معنى ان انت مثلا في حياتك حد برج عقرب وعايز ان انت تلفت انتباهه ان انت تبدأ تتجاهله تجاهل تام، وان انت تبدأ يعني بمعنى كده باللغة بتاعتنا ما تعبروش. لا طبعا الغموض مش قصده كده، الغموض قصده ان انت لا تلقي بما في جعبتك دفعة واحدة. ويمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، يعني امشي معاه دايما بمبدأ كده شوق ولا تدوق، او يعني شد وارخي، كلها مبادئ تصلح على فكرة. القوس المرح، الشخصية المرحة، الشخصية اللي دمها خفيف على طول دايركت تلفت انتباه ابراج القوس سواء راجل سواء ست. خد العكس بقى، النكديين ما يعجبهمش، ما يلفتوش انتباههم. خلاص احنا كده مش هنتكلم يعني عن برج القوس في النقطة دي. تعالوا بقى ناخد البرج على فكرة اللي مش سهل لكتير قوي من الناس، وهو برج الجدي الترابي. يلا بينا. شوفوا برج الجدي الترابي سواء راجل سواء ست، اكتر حاجة ممكن تلفت انتباهه في الاخرين الشخصية العملية الناجحة واللي عندها مستقبل واللي دايما عندها خطط مستقبلية. بالنسبة له بيشوف ان ده شيء مميز جدا، بالنسبة له بيشوف ان ده شيء يعني كبير قوي. الراجل بيحب كده في المرأة، والانثى بتعشق كده في الرجل على فكرة، ولو هي انثى تحب الانثى برضو اللي كده، ولو هو رجل دايما يحب الرجل اللي كده. اذا الصفة
الغالبة واللي بتجمعهم هي الصفة اللي احنا بنتكلم فيها دي. حاول دايما يعني لو برج الجدي يهمك كون عندك مستقبل وكون عندك يعني خطط وكون عندك مبادئ، يعني ابعد عن العشوائية عامة. يعني إذا كان الشخص الناجح واللي جده أكتر من هزاره أو مزاحه هو اللي بيجذب برج الجدي الترابي، فبرج الدلو الهوائي اللي هيجذبه برضه مش أي حد. اللي هيجذبه لازم يكون صاحب عقلية مميزة ومختلفة. أبراج الدلو عامة خلي بالك قوي من النقطة دي، إن هم أبراج، يعني حاجة في أبراج بتتعامل بقلبها وفي أبراج بتتعامل بدراعها وفي أبراج بتتعامل بعقلها. برج الدلو باختصار كده من النوع الثالث ده. يعني عشان نبسط الموضوع، كل ما يكون تفكيرك راقي ومختلف ومميز، صدقني من أكتر الحاجات اللي ممكن تلفت انتباه برج الدلو ليك، برج الدلو بالذات. وقبل ما ناخد آخر برج معانا اللي هو برج الحوت، أتمنى كده وأقول قبل ما نخلص اللي نسي إن هو يدعم الفيديو ده بلايك، رجاءً يدعمه بلايك مش هيخسره حاجة، عشان عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر قدر من الناس بدعمكم طبعا. الحوت، نختم بقى ببرج الحوت. أكيد أكيد جدا الشخصية الرومانسية دي اللي هيلفت انتباهها هي الرومانسية. كل ما يكون الشخص اللي بيتعامل معاه برج الحوت رومانسي ورومانسي قوي كمان، يلفت انتباه برج الحوت قوي على فكرة، سواء راجل سواء ست على فكرة. يعني الراجل دايما، رجل برج الحوت، تلاقي من الشروط الأساسية في شريكة حياته إن هي تكون رومانسية، وأيضا الأنثى من الشروط التي لا غنى عنها في الرجل اللي هترتبط بيه إن هو يكون رومانسي. طبعا دي مش الحاجة الوحيدة اللي بتلفت انتباه الأبراج دي كلها، أكيد في حاجات تانية، ولكن احنا ركزنا على حاجة تقريبا شبه أساسية بتجمع معظم مواليد البرج الواحد. أتمنى الفيديو ده يعني عامة يكون أفادكم وعجبكم، وكالعادة آخر مرة بقى بنقول اللي نسي إن هو يدعم لايك، خلاص احنا خلصنا، يدعمنا بلايك، عايزين نوصله لأكبر قدر من الناس، واكتبوا لي آرائكم ومشاركاتكم وعرفوني بنفسكم. أنا تقريبا عرفت يعني كتير قوي منكم، وأكيد طبعا عارف أو حابب إن أنا أعرف أكتر وأكتر وندعم طرق التواصل بينا. ويلا بقى بينا على المنتدى عشان نصوت على الحلقة القادمة. هتوحشوا.